مساء الخير، معكم إيهاب من قناة Games Masters، واليوم جايبي لكم واحدة من أهم الشاشات في عالم الإيسبورت اللي هي شاشة BenQ Zowie XL2546K. مثل ما أنتم عارفانين، شركة BenQ كانت متواجدة دائما في كل تحديات الإيسبورت اللي كنا نشوفها على الإنترنت. يعني أغلبية المحترفين بيستخدموا شاشات BenQ في البطولات تاعتهم، في التحديات، في حتى كمان الأيام العادية وهم عم يلعبوا. خلونا نحكي لكم بعض التفاصيل التقنية عن هالشاشة. أول شيء حجم الشاشة 25 إنش. طبعا ممكن تحكي لي إيهاب ليش الشاشة صغيرة جدا؟ بحب أحكي لك أنه أغلبية المحترفين اللي عم بيستخدموا شاشات BenQ، أو مو بس شاشات BenQ، عم بيستخدموا الشاشات بشكل عام، بفضلوا أحجام الشاشات ما بين 24 27 إنش، لأنه إذا كبرت الشاشة أكثر من هيك فرح يلاقي صعوبة جدا أنه يضل يتابع أطراف الشاشة، كل شوية اللي حتضطر يحرك راسه يمين ويسار. فلما تكون الشاشة صغيرة نسبيا فحتخليه يركز بشكل أكبر على اللعب. أنا ككونسول جيمر أنا بفضل الشاشة تكون أكبر بكثير، يعني أنا عندي المينيموم 27 إنش، بس لما تكون عم تلعب على ببطولات لمحترفين فالصغر الشاشة اللي حيفيدك اللي حيعطيك أدفانتج كمان بشكل جدا كبير. الشغلة الثانية وضوح الشاشة هون 1080 بكسل، طبعا هذا الستاندرد في كل البطولات. كمان الشاشة فيها الرفرش ريت 240 هرتز، أو معدل تحديث الإطارات بهالشاشة بيوصل ل 240 هرتز. الصراحة أنا جربت 60 و 75 و 144، وهلأ جربت 240 هرتز. الصراحة كانت تجربة مختلفة كليا، كان في سلاسة جدا قوية في اللعب. من ناحية البانل اللي مستخدمينه هون، مستخدمين بانل TN. طبعا البانل TN أقل من البانل تبع IBS من ناحية درجة الألوان. دائما بنشوف نحن بانلات IBS في ألوان، درجة ألوان أحسن بكتير من لوحات TN، ولكن مقارنة بلوحات TN العادية أعتقد جماعة BenQ الصراحة حسنوا بشكل جدا كبير على اللوحة تعيتهم. حتى كمان الأنجل فيوز أو زاوية الرؤية تعيت الشاشة صارت أحسن بكتير، يعني صار لازم تطلع بزاوية كتير قوية عشان تختلف معك الألوان. فهي الصراحة نقطة كتير إيجابية لجماعة BenQ. كمان لا ننسى انه ما انه شاشة إيسبورت فأكيد الريسبونس تايم او زمن الاستجابة لهالشاشة 1 ملي سكند. خلونا نتكلم عن الديزاين. للأسف لحد هلأ ب 2021 حاطين هاي الحدود تاعت الشاشة الكبيرة او البازلز الكبير، فصراحة يعني ب 2021 المفروض يعني يغيروا الديزاين بشكل عام، يعني يخلوها مثلا بدون هالبازل او يخففوه بشكل جدا كبير. الشيء الجميل في الديزاين كمان حطولنا الكويك اكسس، شبه الريموت ولا الى حد ما، يعني بكبل في عليك، في عندك مخزنين 3 بروفايلات على هذا الكويك اكسس. طبعا فينك انت تعدل عليهم من جوا المونيتر وتحط عشان ما تدخل وتدور بين الاعدادات، فورا انت تكبس 1 2 3 وبيتغير انت عندك البروفايل. فهي الصراحة كانت اضافة بشكل جدا كبير. الشغلة الثانية كمان قاعدة المونيتر نفسها، فينك تحرك الشاشة يمين يسار وترفعها لفوق ولتحت، وحتى كمان زاوية الرؤية تاعت الشاشة كمان فينك تغيرها. فالصراحة هي كانت شيء جدا جميل. بالعادة الواحد بيضطر يغير الستاند عشان يقدر ياخد كل هالمميزات، ولكن حطوا لك إياها مرة واحدة في الستاند هون. كمان عندك مكان قرب عشان تقدر إذا بدك تشيل الشاشة أو تنتقل من مكان لمكان، بحكم أنه جماعة الإيسبورتس دائما بياخدوا عدتهم من بطولة لبطولة، فأنت أوردي عندك قرب عشان تاخد الشاشة معك وتروح. الشيء الجميل جدا اللي لقيته في هالشاشة انه في مكان ورا مثل ستاند بتحط عليه السماعة بس انت تخلص عشان ما تضل على الطاولة نفسها. فالصراحة هي اضافة جدا جدا جميلة. من ناحية الديزاين يعني فينا احكي لك انه الديزاين تبع الشاشة جيد جدا، اما انه لسه في عندك اشياء يعني لسه بيقدروا يحدثوها يعني او يطوروها. فهذا كان رأيي عن الديزاين تبع الشاشة. الشاشة بتحتوي على 3 مداخل HDMI، مدخل ديسبلاي بورت، وكمان مدخل للسماعة. الشيء اللي ابدا ما عجبني، صح انه شاشات الإيسبورتس بشكل عام ما بتحتوي على سبيكر، ولكن انه يعني ما راح تفرق معهم اذا حطوا سبيكر ولو حتى كان سبيكرات رخيصة. هلا صح انه اغلبية العالم الإيسبورتس عنده سماعات، ولكن هالاضافة اللي حتكون حلوة انها تكون موجودة
في الشاشة نفسها أو المونيتر نفسه. بالأخير يا شباب في فرق كتير كبير لما تكون عم تلعب على 144 هرتز أو على 240 هرتز. هاي الشاشة موجهة للناس اللي عندها تحديات بصورة كبيرة، يعني إذا أنت عم تلعب كمان ألعاب بسرعة عالية جدا، ألعاب الشوتر، عندك كود، عندك باتل فيلد، عندك فورتنايت، عندك فولورانت، فاللي بيلعب هالألعاب هالأشياء يعني الريسبونس تايم أو الريفريش ريت، معدل تحديث الإطارات، لح تفيدك بشكل كبير. كمان جماعة بينكيو حطت ميزة إضافية اللي هي DYAC أو DAC، أو فينا نقول هي اختصار لديناميك أكيوريسي، اللي هي بتخفف من الضبابية أو من الغباش الموجودة لما يتحرك جسم سريع قدامك. دائما لما يتحرك جسم سريع بتشوف أنت غباشة عم تمشي وراء لهذا الجسم. بال 240 هرتز اصلا عم بتخف هالغباشه، وانت اصلا عندك اوبشن في اللعبه انك تخفف او تلغي الموشن بلر، ولكن حتى لو لغيتها رح تضل انت عندك اوريدي غباشه في الشاشه. فهي الدايناميك اكوريسي تقتلك الى حد ما، يعني بتخفف لك اياها بشكل جدا كبير. طبعا انا لما جربت هالتقنيه انا حطيت اعدادات الشاشه للديناميك اكروسي على البريميوم، والصراحه في فرق بشكل جدا كبير. لما تشوف الجسم عم تتحرك الغباشه اللي وراه خفت بشكل كبير، فصار ان موضوع انه اداء انه تقدر تحدد مكان الجسم وين عم يمشي بشكل كبير. فالصراحه انا هاي الميزه الجديده عجبتني بشكل رهيب. طبعا المنافسين ما عندهم مثل هاي الخاصيه، فالخاصيه هاي الصراحه كانت جدا جدا رهيبه. بالاخير الصراحه اللعبه او الشاشه قصدي بتستاهل لكل واحد بيلعب الاي سبورتس. مثل ما حكينا معدل يعني معدل الاطارات، معدل تحديث الإطارات صار 240 هرتز. الألوان الصراحة مقارنة ببقية الـ TN بانلز متحسنة بشكل كبير، وعندك كمان خاصية الديناميك أكوريسي صارت موجودة، مو صارت موجودة، اتحسنت بشكل كبير مع هالشاشة. فهذا كان رأيي بشكل سريع عن الشاشة. كان معكم إيهاب من قناة جيمز ماسترز، في أمان الله.